عاد فريق الكرة الأول من نادي الأهلي إلى البطولة العربية مرة أخرى من الباب الكبير، بعدما نجح في تجاوز كبوة البداية والخسارة أمام الفيصلي الأردني بهدف دون رد، وفاز على الوحدة الإماراتي بهدفين ونصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف على الترتيب، وذلك في مباريتي الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات. وصعد الأهلي إلى الدور النصف النهائي من البطولة التي تحتضنها أرض الكنانة حتى 6 أغسطس المقبل، منتظرا تحديد منافسه في قبل النهائي عن طريق القرعة التي سيتم إجراؤها غدا الاثنين، بعد أن صعد كل من الفيصل الأردني والترجي التونسي والفتح المغربي بجانب المارد الأحمر. الكرة والجماهير يستضيف 3 من نجوم فريق الكرة السابقين بالنادي الأهلي الذين سبق لهم اللعب في الفريق في البطولة العربية، وذلك في 90ات القرن الماضي، وهم أحمد كشري وعمر الحديدي ومحمود أبو الذهب، من أجل الحديث عن المكاسب التي حققها الفريق من المشاركة في البطولة العربية ورأيهم في مشوار الصعود نحو الدور نصف النهائي وتقييمهم لأداء الفريق وتوقعاتهم لطرفي نصف النهائي وكذلك الفريق البطل. كما يتحدث الثلاثي عن مشاركتهم مع المارد الأحمر في البطولة العربية وأبرز المواقف التي جمعتهم وغيرها من الكواليس الذين يكشفون عنها لأول مرة. مرحبا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل ضيوفنا 3 من ولاد النادي الاهلي المخلصين الاوفياء، وبنستدعيهم النهارده وتبقى ان شاء الله تميمه الحظ الفوز ببطوله 2017. هم جيل محترم سواء على المستوى المحلي حقق بطولات كتير جدا للنادي الاهلي واسعد جماهيره، ونتكلم على 95 البطوله العربيه معانا كمان، مش عايز احرق بقى عشان في الكواليس هقول كل اللي حصل. خليني ارحب بالكابتن عمرو الحديدي. برحب بيك يا كابتن عمرو. ربنا يخليك يا كابتن شادر، الله يكرمك. وحشني كتير. وانت اكتر يا كابتن. قفل تليفوناتك انت على طول بنوصل لك بصعوبه. كمان برحب بالكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود برحب بحضرتك. برحب بيك يا كابتن شادي، وانا ببقى سعيد ان انا ببقى موجود معاك. كمان الكابتن كشري، واحد من الشخصيات المحترمه وهداف بطوله 95 البطوله العربيه والمديرين المتميزين في الدوري، عملت بصمه السنه دي كويسه للامانه كابتن كشري. الله يخليك يا كابتن شاهد، انا سعيد ان انا معاك وفي قناه النادي الاهلي. اولا قبل ما اقول اي حاجه بعتذر لكم على التاخير، كان عندنا حلقه سخنه شويتين، ودايما لما النادي الاهلي يبقى ليه بعض الحقوق مهم جدا النادي ياسكو يقول لها حقها. جالنا تليفونات كتير من اعضاء الجمعيه العموميه، كان مهم جدا نديهم فرصتهم، لان قناه الاهلي زي ما هي بيتكم وهي بيتهم وبيت كل الاهلاويه. أكيد. الخناقه في الاول قلت ابتدي بالكبير، راح الكابتن عمرو الحديدي رحت متخانق مع الكابتن الدكتورانك. ايه اللي حصل ده اللي انا شفته؟ انا اول مره اقول كل حاجه في الكواليس على فكره. لا اصل عمرو جنة. ها؟ عمرو جنة. اول مره اعرف ان هو 69 صراحه، انا كنت اعرف انه 70. هو الفتره اللي كان فيها، فاكر انت اللي بيقولوا مثلا اول شهر 8 يلعب مع السن الاصغر، والشهور الفرديه من 1 ل7 يلعب سن اكبر. هي الفتره دي كان محمود في نادي الزمالك، اول ما عرفت بمحمود يعني كان في نادي الزمالك قبل ما محمود ابو الدهب يروح المريخ وبعدين النادي الاهلي، كنا في السن دوت اللي هو الفرقه بتاعت 17 سنه. انا كنت في نادي مدينه نصر ومحمود. تعرفوا بعض من قبل النادي الاهلي؟ طبعا. على فكره معلومه يعني، محمود ابو الدهب كان راس حربه نادي الزمالك. دي اهم الكواليس دي. والله انا ما فاكر. كان بيلعب راس حربه بعد الكابتن فاروق بعد فتره قام لعبه بكره. مين كان بيلعب راس حربه؟ كابتن فاروق. لا على فكره يا كابتن شادي، يمكن انا رحت نادي الزمالك اختبارات ناشئين، يمكن مش عايز اقول حاجه، يمكن طبعا نادي الزمالك نادي كبير بنحترمه، لكن انا كنت بحب النادي الاهلي جدا من صغري. لما رحت الاختبارات نادي الزمالك كان عن طريق صديق، يعني انا رحت بالصدفه ورايح مجرد ان انا هتشاف بس، فكنت فعلا بلعب راس حربه في الوقت ده، يعني كنت صغير كنت بلعب في منطقه حلوان، انا كنت يعني بطريقتي راجل هادي بحب راس حربه او بحب العب في نص الملعب او كده. ففوجئت لما انا الاختبارات فوجئت بالكابتن محمود الخواجه الله يمسيه بالخير، اول ما نزلت الملعب اختارني.
وعلى فكره ومضيت الثمارات على طول. كان برضو يمكن كان فيها حته ان هي كنت رجلي كويسه على فكره برضو يمكن رجلك كويسه من صغر لا, لا دي الحقيقه حتى كنا بنلعب في الدورات وبنلعب في رجله مرزبه مش كويسه لا عارف كنا يعني بنشجع كوره يعني بنحب النادي الاهلي من صغري الجيل بتاع كابتن خطيب وكابتن احمد عباقي والناس دي كنا بنشجعهم من صغرنا. فلما رحت الاختبارات طبعا يعني الناس كتير جدا ما كانش تعرف ان انا اخو مصطفى بده طبعا كنت بلبس لبسه القديم يعني مش هقول يعني لبس كويس يعني راح باختبارات حتى اتفاجئوا بعد كده بعد ما مضيت وكده اتفاجئوا ان انا اخو مصطفى ازاي ما تقولناش وازاي قلت لهم لا انا عايز اتاخد على اساس فما لعبت يمكن هنيجي ونتكلم فيها ان انا لما لعبت في راس حربه فوجئت ان الكابتن فاروق جعفر بيلعبني بكرايت قال انا عايز انا شايفك زي اخوك مصطفى وفعلا الحمد لله بدات وحتى اتاخدت للنادي الاهلي. كابتن كشري برضو البدايه كانت فين يا كابتن كشري؟ يعني بدايتي يعني بدات طبعا انا صغير من المنطقه بتاعه الدرب الاحمر نادي صغير لعبت معاه يعني ملعب صغير وبلاط وبتاع يعني ده اللي علمني المهاره والبدايه بتاعتي وبعدين لعبت في نادي المقاولين هي السنه لعبتها في منطقه عندنا او النادي بتاعنا سنه واحده وبعدين رحت نادي المقاولين 7 سنين ناشئين مقاولين وكنت منتخبنا ومنتخبات ناشئين ولعبت الدرجه الاولى وانا عندي 17 سنه ولعبت قدام الاولمبي في الدوري الممتاز ولعبت قدام المصري وقدام المرمي دايما اللاعب اللي بيلعب في سن صغير فريق اول بيكمل. حتى لو بيكمل والعين بتبقى عليه بتلاقيه في الانديه الكبيره بالظبط يعني لعبت فتره مع النادي المقاولين لحد ال 20 سنه ومشيت في يعني فتره كده يعني كانت مفاجاه ليا يعني بس الحمد لله يعني كانت هي الانطلاقه بتاعتي لما مشيت لعبت في شارع الدخان سنتين سنه منهم ما لعبتش معاهم الا شوط واحد اول سنه كنت في الجيش يعني لعبت شوط جبت فيه جون السنه الثانيه خدت هداف الدوري ب 30 جون ودي كانت رقم كبير جالي بقى انديه كتير جدا لحد اما طبعا النادي الاهلي لما دخل خلاص يعني فروحت النادي الاهلي. طيب كابتن عمرو عايز اتكلم في الحدث اللي احنا شفناه النادي الاهلي او الحدث بتاع البطوله العربيه رسالة من الأول كانت واضحة بنتكلم عليها وعايزين نتناقش مع بعض اللي هو الكابتن حسام البدري كان عنده ظروف عائلية ومتفق اللي هو يعني جاء الوقت لا مش موجود ولعيبة أخذ أجازة وكمان أولترا سهلاوي أنا عارف أنت بتحبهم كمان قلت اللي أعلنوا اللي هم مش موجودين فخلينا نتكلم أنا بنتكلم أنت عارف طول الوقت أنت حر في رأيك لكن بنتكلم الوضع اللي هو كان قائم الأهلي خسر أول مباراة كل للناس اللي النادي الاهلي خارج البطوله والنادي الاهلي بالحسابات كده ما بقاش موجود لقينا اللي احنا دايما بنطمع فيه روح النادي الاهلي رجوله في الاداء جماهير بتساند بجد تغييرات في وقتها مؤثره شفت المباراه الاخيره ازاي وشفت ازاي الكلام اللي كان بيتقال للنادي الاهلي خارج البطوله والله يا كابتن شادي انت هتبص لها هو ده النادي الاهلي في المواقف الصعبه احنا شفنا النادي الاهلي في اول ماتش إيه؟ انت عارف ان الشماعات اللي بتتحط يتعلق عليها اي كلام النادي الاهلي كسب مش حدش هيتكلم ايوب ماشي وماشي كويس ومفيش مشاكل حصل اخفاق في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه خسر من الفيصلي 1-0 خلاص يبقى انت كده النادي الاهلي في مصر والبطوله العربيه وهو دول اللعيبه اللي موجوده طب هي اللعيبه اللي لعبت وكسبت الماتش اللي فات هم مفيش حد مفيش تغيير في واحد او في اثنين مش ممكن النادي الاهلي هيبقى واحد او اثنين هو اللي هيغيره كيان الاداء كله في الظروف اللي فيها النادي الاهلي غابت الروح اللي احنا متعودين عليها الروح خصوصا في الماتش الاولاني بالظبط انت الماتش اللي فات نص ملعب بس نفس الكومنت اللي انا بعلقه للامر الشخصي اللي يخصني يعني انت المرتده بعد كره عمرو بركات انفراد عن النادي الاهلي هي نفس الكوره الهدف بن عماد وازارو عمرو بركات يعني النادي الاهلي بيهاجم ايه في اللعبه دي ولما جت هدف اتقال ايه بعدها انتوا فاهمين عايز اقول خلينا نتكلم في الواقع اللي كنا هنشوف بحكم ان انتوا لعيبه كوره وفاهمين انا اقصد ايه يا كابتن عمرو كابتن شادي الفالنه لما اتقلعت بتاعت عمرو شوف الحزن او الفرح لمكافئته لنفسه انه جاب هدف زي ده في الوقت ده هو لعب ماتشين كل ماتش بهدف بس الماتش ده اللي دخل النادي الاهلي في البطوله تاني ما بعدتش هي الفتره بسيطه بيعلم مع الناس بالظبط كده بيعلم مع الناس اداؤه نزوله الغيار من الكابتن حسام في الوقت دوت
برضه نقدر نقول نزوله ونزول عماد اهو بص يعني لقطه مش خير تعبير خير تعبير للروح اللي جواه او للاداء اللي جواه وللهدف بالذات. كابتن ابو الدهب شفنا بعد ما الاهلي جاب فيه دخل مرمى الهدف انتفاضه وكور مشتركه النادي الاهلي بيستحوذ عليها، شفت السيناريو ده ازاي كله؟ انت قاعد بتتفرج، انا كنت اتفرج مع مجموعه من الاهلاويه، انا ما اعرفش هما جابوا منين يقين، انا الواحد متضايق جه هدف وانت محتاج تكسب هدفين والوقت بسيط، وكان عندهم يقين ان الاهلي هيجيب هيكسب المباراه، اللي انا بتكلم على المجموعه اللي انا قاعد معاها. خلينا احنا بنتكلم نتناقش ليه جالهم الاحساس ده مع اللي بصراحه ما فيش اي حد اثر في المباراه وردود الفعل اللعيبه كانت اكثر من رائعه جوه الماتش. لا هي دي، بص يا كابتن، يمكن بتفرق اي فرقه عن النادي الاهلي الروح. روح فانيله النادي الاهلي دي حقيقه، يمكن حضرتك لعبت وكلنا لعبنا، بيفرق عننا او بيميز اي النادي الاهلي عن اي فرق الروح بتاعتها. صح، لعيبه الاهلي عندها مسؤوليه، تحسوا مسؤوليه تجاه جماهيرهم وتجاه ناديهم، فدي ميزه كمان في النادي الاهلي. ان انت النهارده النادي الاهلي كان في الاول كان عاوز يشارك بيشارك بالصف الثاني، لما ابتدينا لما اتغلبنا ماتش الفيصلي الناس كلها قالت مش موجودين، النادي الاهلي خارج البطوله. لكن بعد كده لما اللعيبه حست بقلق او الكلام كتر في السوشيال ميديا او الجرايد، ابتدت الناس تتكلم بشكل مش كويس، النادي الاهلي مش خارج البطوله، خارج. لا، النادي الاهلي لما رجع في ماتش الوحده كسب 2-0 على فكره، ممكن جاب الجونين عمرو بركات واسلام محارب اللي هم لسه موجودين. بخصوص الجون اللي جابه عمرو بركات، يعني حاسس ان عمرو بركات كان متعرض لضغوط كتير الفتره اللي فاتت، ما بيلعبش هيقعد مش هيقعد، في انتقادات، لكن انا مدير الفني حر في رايه، هو اللي بيبقى مسؤول عن الفرقه، محدش اي حد بيتكلم. زي ما شفنا، يمكن انا مبسوط كمان جدا من حاجه بتحصل في النادي الاهلي، ان لما يكون في ازمه بتتلم بسرعه، يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن حسام البدري بيتعاملوا بمنظومه احترافيه بشكل كبير، ان هو بيلم الفرقه، حتى اللعيبه بقت بتعاقب باحتراف، ان انت بتتعاقب ماديا، ما بتتعاقبش ان انا اوقفه واستبعده والكلام ده. طبعا روح النادي الاهلي جماهير كمان يعني حست بالبطوله، يمكن انا كنت بتكلم ان الماتش ده هو مفتاح البطوله، ان انت الماتش بتاع حسين ده هو مفتاح البطوله العربيه. كابتن كشري، هسألك في نقطتين كمدير فني السنة دي وعامل شغل كويس جدا، شعورك ايه زي مثلا موقف كابتن حسام تنزل متعب وتنزل عمرو بركات في وقت يعني في ناس كان البعض بيفكر يقول لك لا احط عمرو جمال، فالمدير الفني هو اللي متعايش، هو ده اللي احنا بنقول بالزبط. وينزل انت كمدير فني بقى نزل عمرو بركات ونزل متعب اللي صنع الهدف وعمرو بركات اللي بيجيب الهدف، دي واحد عايز اسألك فيها. عايز اسألك كمان عن وليد ازارو، لان بشوف اللي هو تحركاته نوعية حضرتك وانت بتلعب كنت مجهد وبتتحرك كتير مش واقف ثابت محطة يعني. والله انا كنت في المباراة دي كنت بحلل في احدى القنوات على المباراة دي وتوقعت الثلاث تغييرات من بعد الهاف تايم الاولاني بعد انتهاء الشوط الاول، وقلت ان اللي هيلعب اسلام محارب وعماد متعب وعمر بركات، لان انا بتفرج من رؤيه كابتن حسام البدري، بتفرج كمدرب، وفعلا الماتش ده كان عندي برضو يقين ان عماد متعب هيبقى ليه دور مهم ودور مؤثر في المباراه، والتغييرات هتفرق. المباريات اللي هي في البطولات العربيه يمكن يعني كباتن عارفين، يمكن انا ظهرت من البطولات دي، انت هداف البطوله 95 يعني، والبدايه كمان في تونس، كانت بدايتي في تونس الناس عرفتني من البدايه اللي قبلها في تونس. البطولات العربيه دي بتظهر لاعبين، في لعيبه محتاجه مباريات زي البطوله العربيه دي تظهر، زي بركات، زي اسلام محارب، زي مجموعه ازارو اكرم اكرم، انا عاجبني لعيبه يعني اكرم عاجبني في البطوله دي جدا، بيشتغل كويس. طب هقول لحضرتك على حاجه، انت قلت لي ازارو هنقف عند دي وعايز اسمع راي حضرتك، اللي هو بمعنى لعيب قالوا بالظبط ده تاني ماتش ليه رسمي مع النادي بالظبط، صح كده؟ قيمته ازاي يا كابتن كوشة؟ لا هو اول حاجه هو بيتحرك كويس جدا، تحرك مهاجم، يعني هو دايما بيتحرك حتى لما بيلعب سترايكر صريح بيعرف ازاي ان هو يقف على الكوره وهو محطه للعيبه اللي جايه بيسند الكوره، لما بيبقى فيه تكتل دفاعي في قلب الملعب زي ما احنا شفنا المباراه اللي فاتت بيتحرك من جوه ال 18 على الجناب، ويمكن الهدف اللي جه هو تحرك برضه منه، كان تحرك واعي جدا وفضل لعباد متعب اللي الكره اتعملت جه منها الهدف. هو عنده كمان ميزه كويسه قوي ما حدش واخد باله منه، الستارت بتاعه عالي يعني سريع
سريع، المهاجم المفروض يبقى عنده دي كويس، اللي هي الحته الاولانيه اللي انا بسرق المدافع احط المدافع في ظهري. هو عملها في المباراه الاولى كمان، رغم المباراه الاولى ما جاتلوش فرص والاهلي ما كانش موفق قوي في المباراه الاولى، ولكن هو عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيعرف يسرق المدافع معاه. فهو واضح ان طبعا ان هو لعيب كبير، لعيب كويس، لعيب بيعرف يتحرك كويس. اللعب مع النادي الاهلي يعني انا عايز الناس بس تصبر عليه شويه. ليه؟ هو جاي من اجواء مختلفه شويه برضو، المغرب ودوري مختلف ولاعيبه مختلفين، لسه ما خدش على مجموعه بتاعتنا في النادي الاهلي على الاجواء. في لعيبه التوفيق بيبقى معاها سريع، وفي لعيبه بياخد شويه وقت معاها، لكن اعتقد ان وليد ازارو هيبقى هو اللي هيكسب النادي الاهلي البطوله دي، هو اللي يحرز للنادي الاهلي اهم اهداف في البطوله دي. يعني توقع طبعا، لان انا شايف ان هو مجتهد جدا، ومن ماتش لماتش بيخش في الجيم. الماتش اللي فات كان افضل من الماتش اللي قبله، واعتقد صح. ان المباراه الجايه لو احرز هدف هيجيب اهداف كتيره جدا مع النادي الاهلي. كابتن عمرو، عايز اتكلم في بكره. خلاص الناس كلها حللت الماتش، والناس كلها زي ما كابتن قال لنا بعض الامور المهمه، لان كان لازم ناكد على دي، لان في لعبه ما بتاخدش حقها. دايما بنتعامل مع اللاعب راس الحربه لازم يجيب هدف، مع ان انا شفت المباراه اللي فاتت بذل مجهود اجهد المدافعين بشكل كبير، وكور مشتركه، وفي حاجات كويس فيها واحد على واحد فيها عنف منه، ويرجع يقاتل يجيب الكوره. هو تحس اللي هو شارب روح النادي الاهلي. وعرضت في بدايه الحلقه في كرة خرجت بره، راح جاب الكرة بسرعة وحط الكرة. لما الهدف جه راح على متعب هو وأجاي، ما جريش على عمرو بركات، عشان دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها. بص يا شادي، هقول لك حاجة، هقول لك حاجة صغيرة. كشري لسه قايلها دلوقتي، وليد أزارو احنا هنقول انت بقى اللي عاشرته فلافيو. أول هدف حطه بعد سنة أو أحرزه بعد سنة بيجي بخلفية رأسه في ماتش المحلة، مظبوط؟ كان عليه ضغوط كبيره كويس قوي. الراجل ده زي ما كشري بيقول، انا مثلا كراجل سيرد باك اقول لك تحركاته والتحاماته واصراره. بص على الكره اللي كان فيها انفراد بعد ما وقع الحارس والليبرو وقام مكملها، بس ما دخلتش جون. هو اللي عمل ضربه الجزاء، يجيب جون. هو يجيب جون معاي. هتشوف حاجه ثانيه خالص. هي درس نوعيه لعب وليد ازارو وتضايقك كمدافع. طبعا بيتحرك كتير، دي بقى فيه مضايقه. هقول لك على حاجه، طول ما هو بيتحرك كتير وبيستلم في محطات وبيحجب عن الرؤيه يبقى شيء مقلق. بيتحرك وبياخد في مساحات مقلق، بيستلم ومهاري وهيلف، ما انا اصلا اوتوماتيك مش هخليه يتحرك دي. اما بيتحرك على الاجناب زي ما كوشه بيقول كراجل فير وبيتحرك على الاجناب، شيء مقلق بالنسبه لي. بسبب القلق ده اما محمود مثلا كان يلعب ورايا، اللي بيتحرك كتير ده هو بيخرجني من بره المربع الجواني، وبيبقى اسيست للباك اللي هيعمل الاوفر في وجود محمود مثلا في العمق. كان في الوقت لما بنيجي نلعب جنب بعض يقول لي ما تتطرفش كتير عشان الحته دي هتبقى مشكله، هو لو اتطرف خطورته قلت، انت بتضطر تروح معاه بالظبط كده. انا لما كنا نيجي نلعب مان تو مان ما فيش حاجه اسمها سلم بالكلام، لا سلم مان تو مان في كل حته. فلما تيجي تتطرف خلاص فضل الحته اللي في العمق وانت اتطرفت بره اللعب. طيب بنقفل الماتش ده بحلو بمر، وبنتكلم في بكره. النادي الاهلي من كلام كتير والبطوله وادائه، رغم ان انا الظروف اللي قلتها في البدايه اللي احنا متفقين عليها كلاعيبه كوره، في عنصر بيبقى افضل من عنصر طبعا. وفي مهاره افضل من مهاره، في خبرات، وفي خبرات اهم من خبره. فخلاص احنا متفاهمين كده عشان نعمل توعيه للنادي الاهلي. بكره احنا قفلنا الصفحه دي وكان في تدريب النهارده. النادي الاهلي قرب من البطوله. بعد الماتش ده دخل في عمق البطوله، وكان رد الكابتن حسام انا لا اخشى اي منافس. خلاص دخل في حاجه معينه. الالتزام والضغط اللي انا كنت في الاصل حاطط ان البطوله دي سبير لافريقيا والكاس مصر بعد نهايه دوري عام، لا طمعت فيها بقى. خلاص دخلت الاجواء والصحافه والميديا وصلتني ان انا اضيف لرصيد النادي الاهلي بطوله، واضيف لاسم الكابتن حسام بدري بطوله جديده، واضيف للاعيبه اللي موجوده دي اسم جديد لبطوله جديده اول اشتراك ليه. الكابتن عمرو قال نقطه مهمه جدا يا كابتن محمود، هقف عندها. انت البطوله دي في البدايه كان الكلام غير دلوقتي، ممكن يكون بسبب الضغوط الجماهيريه اللي كانت موجوده بعد اول مباراه وثاني مباراه وثالث مباراه. بص يا كابتن شادي، يمكن النادي الاهلي نادي كبير، لازم اي بطوله بيخش بينافس عليها لازم يحرزها. فلما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي، لا النادي الاهلي اي لما بتلعب في البطوله العربيه في ناس بتقول لك ده ماتشات وديه، و يمكن احنا لعبناها سنه 95
والعراق كانت الفرق بتلعبنا كان فرق قويه، فرق جامده جدا، ولما وبعد 96 وفي المغرب وكده. النهارده لما تيجي تلعب النادي الاهلي لما بيخش انت النهارده لما انت يمكن انت لعبت ضد الخليج او العرب هم بيكسبوك كفرقه، يقول لك احنا بنكسب مصر. لما بتلعب النادي الاهلي يقول لك بيحسبوها كده يقول لك احنا بنلعب منتخب مصر، لكن انت لو كسبت يقول لك لا انت عادي انت كسبت فرقه واحده. فهي بتتاخد كده، لكن النادي الاهلي طول ما هو بيخش في البطوله لازم يحرزها. وانا قلت لك بعد المباراه دي النادي الاهلي دخل في اول بطوله بجد. يمكن احنا شفنا كمان الرياكشن بتاع الكابتن حسام بدري وهو موجود على الخط، يعني الراجل مش مستحمل. يعني انا سامع مذيع فيقول لك ان ممكن يكون الضغط عالي عليه، لان انت دخلت. ابقى اكلمك بامانه انت شفت الرياكشن؟ انا بصراحه لا، حتى بعد الجول الموقف دي اشوفها مع كل الاجيال جوه النادي الاهلي، اللحظه الانتصار والدقيقه الاخيره واللي شفت سبب حفيظ مع الكابتن ليها السبرنت اللي عمله الكابتن سيد والكل وحسين السيد اللي قاعد واكرم توفيق واحمد عادل والروح دي جوه وبره حاجه والجماهير حاجه تفرق. حتى الناس حتى الدكه، يعني احنا كنا في النادي الاهلي عادي لما بتكسب عادي انت النادي الاهلي، لكن الجون بعد الجون اللي جابه عمرو بركات الناس كلها من على الدكه قامت، يمكن في ناس نزلت الملعب. يعني بطريقه يعني دي بتديك حماس كبير او بتديك ايه احساس ان البطوله قربت او ان انت هتاخد البطوله. وانا حاسس ان الكابتن حسام دلوقتي بيفكر ان هو خلاص اوريدي ان هو قفل الصفحه بتاعه وبيفكر في الدور قبل النهائي. هيلاعب مين بقى مش مشكله، لكن هو النادي الاهلي دلوقتي عينه على البطوله. فبالبدايه ان هو بيفكر ان هو ياخد البطوله. كابتن كشري، عايز افتح معاكم حاجه من الناس ما بتديهاش حقها، يعني بتبقى على السوشيال ميديا موجوده، بعض الاهلاويه بيناقشوها في المناطق الشعبيه الجميله اللي كلنا الناس الطيبه دي اللي كلنا منها، يقعد اتفرج على الاهلي لغايه لما الماتش يخلص. ايه قصه الدقيقه 90 والاهداف في الوقت الاخير؟ بس مش ما بلاش جيلكم دلوقتي لان عايزين ندخل في الذكريات بعد شويه، بس كان عندك يقين زي الناس كتير الاهلي هيكسب وهيجيب جون في الاخر ولا لا؟ ويمكن احنا عشان لمسنا الكلام ده احنا يعني حسينا بيه كمان، يعني مش هنتكلم في الذكريات ولكن لا، انت النادي الاهلي انا كمدرب لما بقعد مع لعيبتي بقول لهم شوفوا ايه اللي بيميز النادي الاهلي، لازم اقول ايه المميزات اللي بتخلي فريق يبقى البطل. فرقه بتلعب لاخر 95 دقيقه مش 90 دقيقه، بيجيبوا بطوله احيانا في اخر دقيقه، وده حصل كتير مع النادي الاهلي. عماد متعب قبل كده جاب للنادي الاهلي في اخر دقيقه، حصل معانا احنا في المغرب جايبين والاجيال اللي قبليكم كمان جايبينها في المغرب في اخر دقيقه، جبنا في بطولات كثيره النادي الاهلي في الثواني. ليه؟ لان نوعيه لعيب النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالفوز، ما بيعرفش. انا كمدرب وانا الكلام ده قلتها في احدى القنوات لما ما استضافوني، قلت لهم انا مدرب ما بعرفش العب غير على الفوز، حتى التعادل ما بيردنيش، رغم ان التعادل ده ممكن يكون يفرق معايا ما بيردنيش، وبخرج زعلان لان انا اتعودت وتربيت كده في النادي الاهلي ان انا اخد بطوله، ان انا العب على المكسب. وحصلت معايا شادي، ممكن اقول لك الموقف ده، كنت في سويسرا اول مباراه ليا لما لعبت مع نيوشاتل، بلعب مع فريق كبير جدا زي نادي الزمالك كده تاني الدوري عندهم، بلعب معاهم ففريق كبير زي الاهلي والزمالك، خسرت منهم والمباراه على ملعبهم، فخرجت من المباراه وانا حزين جدا، حزين كاد اكون بعيط. فاللعيبه لقيتها عادي والمدرب واقف عادي وبتاع، فقالوا لي احمد مالك؟ قلت لهم احنا خسرنا. قالوا خلاص انسى احنا بكره في اوروبا. قلت لهم لا، انا ما متعودش ان انا اخسر. فده لان النادي الاهلي عنده روح مختلفه. ليه؟ اللي بيخش جوه النادي الاهلي بيعرف قيمه النادي، بيعرف قد ايه الجمهور بيحب النادي، بيعرف قد ايه لما بيجيب جون ولا بيكسب ماتش بيروح يلاقي مصر معظم الناس كل الناس بتضحك في وشه. لما اروح وانا خسران كنت بقفل عربيتي، اقفل عربيتي واجري الاقي ناس بتجري ورايا وتخبطني على الازاز، انتوا خسرتوا ليه؟ في ناس كانت بيحصل في بيوتها مشاكل. لان النادي الاهلي مختلف. ليه؟ انت عندك المنظومه، بص الروح اللي انت بتقول عليها، شوف ان النهارده الكابتن حسام البدري عمل ازاي وسيد عبد الحفيظ واحمد ايوب والناس، يا جدعان الناس اللي على الخط دي بتموت اكتر من الناس اللي قاعده بتتفرج في البيت. انا هيقفوا بتتفرج. دي حقيقه. انا كمدرب انا قلت جمله وتقول لي ايه رايك فيها برضه؟ في فرق وانت بتلعب وفرق وانت طبعًا بتشجع. طبعا وانا بلعب اسهل، انا بعد السواس. برافو عليك يا كابتن عمرو. اسهل بكتير يا كابتن شادي. انا بقعد اقسم بالله العظيم لو تشوفني في المباراه بقعد اخر كام دقيقه دقيقتين دول ببقى واقف حاسس ان هم بيمروا عليا ساعات، ببقى عمال اتمنى الحكم يصفر وانا كسبان. لان فعلا الضغط العصبي والشد، لان انت كمدرب بتنفعل مع كل كره في الملعب، اذا كانت الكره ضاعت ولا كره جت ولا
كل الكلام ده بيعمل عليك ضغط جامد. شوف النهارده وش الكابتن حسام البدري لو جابوا الهدف هات لنا اللقطه اللي بيقول عليها الكابتن احمد خوش. وشه بص احمر ازاي، انا اول مره اشوفه كده. انا اول مره اشوف كابتن سيد عبد الحفيظ جيري عمل سبرنت فعلا. دي المباراه مش سهله. وبعدين هقول لك يا كابتن شادي، المباراه دي هي البطوله بتاعت النادي الاهلي. هو المباراه دي اللي هتخلي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله، لان ماتشين بدا الاهلي الريتم يعلى. وجهه نظري ان النادي الاهلي الماتشين الجايين ان شاء الله هيبقوا افضل من المباراتين المستوى اللي كان فيهم النادي الاهلي. وهي النادي الاهلي قريب جدا، وما بي ما, بي ما بيقدرش النادي الاهلي ان هو يسيب بطوله في ايده، خاصه لما تكون في مصر. والنادي الاهلي في وسط الاربع فرق الموجودين او الثلاث فرق مع النادي الاهلي عنده كل المقاومات اللي تخليه ياخد البطوله. طيب هرجع لك كابتن حديدي، بس هستاذنكم نروح نشوف، دايما بنحب نشارك الجماهير معانا، نشوف قالوا ايه على الدقيقه 90 ونرجع نكمل حوار. يلا نروح نشوف تقرير عن اهداف الدقيقه 90 ونرجع لحضراتكم. لم يكن فريق نصر حسين داي الجزائري ضحية الوحيدة للنادي الأهلي الذي اعتاد دوما على قهر منافسيه بأهداف قاتلة في الدقائق الأخيرة، وذلك في مشهد متكرر عرفته الأندية المصرية والأفريقية طوال تاريخ مواجهاتها مع البرد الأحمر الذي لم يقف الوقت يوما حائلا أمام تحقيق أهدافه. هدف عمرو بركات الذي سجله في شباك الفريق الجزائري ومنح الأهلي بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لم يكن الأول من نوعه بالنسبة للبارد الأحمر الذي نجح لاعبوه في تحويل العديد من نتائج المباريات إلى صالحهم، بينما كان المنافسين يتأهبون للإعلان عن فرحتهم التي سرعان ما تتحول لأحزان وهم يرون الهجوم الأحمر يغزو شباكهم. تاريخيا سجل الأهلي العديد من الأهداف في اللحظات الأخيرة، لا سيما أمام فرق شمال أفريقيا، حيث كانت البداية عام 97 حينما نجح الثنائي سمير كمونة وهادي خشبة في هز شباك الرجاء المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة للفوز بلقب بطولة النخبة العربية التي كانت مقامة وقتها في المغرب. سمير كمونة في الوقت القاتل في دقيقة 44 من الشوط الثاني من إحدى كرات عابرات القارات يلمسها سمير كمونة وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجول. ثم يأتي أسامة حسني عام 2004 ويسجل هدفا قاتلا في شباك نصر حسين داي الجزائري منح الفريق التعادل وبطاقة الصعود إلى الدور النصف النهائي بدوري أبطال العرب، قبل أن يأتي الدور على القناص عماد متعب عام 2005 ويسجل في شباك الرجاء المغربي هدفا في الدقائق القاتلة يصعد به الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وعلى ذكر الأهداف القاتلة التي أحرزها لاعب الأهلي في شباك الأندية العربية، يعد هدفي محمد أبو تريكة وشهاب الدين أحمد هما الأكثر تعلقا في ذاكرة الجماهير الحمراء، حيث منح الأول الإذن ليسرى لإطلاق تسديدة صاروخية في ملعب رادس عام 2006 حولت بوصلة الأميرة الأفريقية إلى القاهرة بعد أن كانت في قبضة الصفاقس التونسي قبل لحظات من نهاية المباراة، فيما سجل الثاني هدفا قاتلا في شباك الاتحاد الليبي عام 2010 أهل الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كما سجل أحمد رؤوف لاعب الأهلي السابق اسمه في قائمة بلس 90 بعد أن سجل هدفا في شباك الدفاع الحسن الجديدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع منح الفريق بطاقة الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية التي فاز بها الأحمر في النهاية، بينما سجل عماد متعب ملك اللحظات القاتلة هدفا في شباك وفاق سطيف الجزائري مع صافرة نهاية السوبر الأفريقي 2015 بالجزائر، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري.
برحب بحضراتكم من جديد ونوصل حوارنا مع نجومنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، كابتن عمرو الحديدي، كابتن محمود ابو الدهب، والكابتن احمد كشري. قبل ما اروح ل 95 والكلام ده كله، انت مش متخيل الفرحه اللي عند جماهير النادي الاهلي وفي التوقيت دوت وتكسب. وانا قلت من شويه لكابتن احمد كشري، يا كابتن عمرو قول بقى وراثه أجيال بتسلم أجيال من 1907 ل 2017 حاجة موجودة، ولما بتكلم على أرقام 40% من أهداف تاريخ النادي الأهلي على مدار تاريخه بتيجي في الأوقات الأخيرة من المباراة. بص يا كابتن شادي، بيبقى عندنا يقين احنا اللي في الملعب. انت عمال تتكلم جد بره الهواء، اول ما نيجي على الهواء تروح مكشر فوي. انا كشرت. كابتن احمد بيضحك وكابتن محمود ابو الدهبي. لا بص اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، خليك فريش. انا عايز اقول على حاجه، خليك فريش. حصل ولا لا يا كابتن؟ ها؟ يعني ايه الرسميات؟ خليك طبيعي. طيب ماشي. بص الظروف اللي احنا بنشوفها دي توارثت زي ما انت بتقول من اللي احنا بنشوفه من اللي قبلنا الاكبر، زي ما انت بتقول يا كابتن شادي اللي بعدنا شافوا نفس الكلام. انت بتقول على الاهداف، يعني انت كشري بيقول لك احنا بنبقى قاعدين نقرا قران بره، اللاعب بره، بنبقى مقتنعين مليون في الميه ان حد هيجيب جون، بنبقى متاكدين وروحنا هي دي النادي الاهلي، بيبقى في مكسب، في حاجه هتحصل، في مكسب هيجي، بنبقى مقتنعين لعيبه. في الرياضي السعودي في اخر دقيقه حديدي في 93 كنا خسرانين 2-1 2-1 من الرياضي السعودي، وده كان اول ماتش ليا مع النادي الاهلي في تونس، والحديدي طلع في كورنر راح جاب جون في اخر دقيقه. لا هو يعني والهدف ده ما يتنسيش، انا عايز افكره يعني. الجزيع قال لك وكان المنزلاوي كلمه اخرى، عدى ندور على المنزلاوي ده طلع الحديدي. طلع الحديدي المنزلاوي. لا هو ساعتها كنت انا وكابتن ابراهيم حسن قاعدين في غرفه واحده 331 كمان حافظ الاوضه. طبعا قبل ما اقول اي حاجه، انا سايب فكره الذكريات والكواليس لان هتستمتعوا جدا بجد. وكابتن عمرو الحديدي وكابتن كوشي هو بيرصد لكم بقى الذكريات والكواليس. فاكر رقم الاوضه يا كابتن شادي؟ فاكر رقم الاوضه بقى سنه كام؟ 95. لا عنده ميزه يا كابتن ان هو بيكتب، يعني عمرو بيكتب كل حاجه، يعني حتى لو رحنا معسكر هو بيكتب كل حاجه حصلت في المعسكر. بتكلم حاجه و20 سنه فاكر رقم الاوضه؟ مش فاكر اتعشيت امبارح، مش عارف. ما انا هقول لك اهو، بيكلمني على جوان انا جبتها مش فاكرها. كابتن ابراهيم دخل اوضه بقول لكم ايه، مش عايز تركزوا الماتش ده الاتحاد السعودي، مش عايز الرياضي السعودي، مش عايز مشاكل تضغطوا عليهم. خلاص يا كابتن، اول انفرادين كره راجعين كان في اعتماد ما بيني وما بين ياسر وايوب، الجون الاولاني الثاني ما بقاش مصدقين. دخل الكابتن ابراهيم في الاوضه 2-0 الشوط الاولاني خلاص كلام بقى وزعيق. بعدها شوطه الكابتن ابراهيم بيشوطها قامت خابطه في السيرد باك وعامله كيرف وداخله جون. بعدها على طول فاضل دقيقه، فالكابتن احمد ماهر قال لي الله يرحمه ما تطلع خلاص. فانا واقف ماسكني ولد برازيلي، فانا بعد الشراب وهشام حنفي بيرفع فعملتها من بوز ال 18 كده بدماغي، فراح كده قال لك الحديد ينقص حمل اللقب، وكان المنزلاوي راي اخر. بس خلاص هو بدا ابراهيم، كابتن ابراهيم بقى جري عليا كانت حاجه. طب انت كنت بتقول لي في لقطه كده عايز تعلق عليها لو جاهزه، بتاعت الكابتن حسام وهو على الدكه وجاله حد تكمله الكلام كشري. كابتن حسام فعلا اللقطه دي زي ما كابتن كشري بيقول ان هو كان مشدود واحنا كنا خايفين عليه. الراجل جاي يتكلم في موضوع ان كابتن سيد بيعترض على شنكله الوليد ازارو ان هي تبقى ضربه جزاء، فكابتن حسام جاهز يا جماعه. كابتن حسام دخل في الراجل بيشرح لكابتن سيد الموضوع معمله ازاي. يا عم خليك روح انت، سيبنا نفكر في الماتش. بص التعبير شفاف كابتن حسام. ايوه قول له ايه؟ استنى بص يا عم، روح اقعد هناك طيب دلوقتي عشان احنا نفكر في الماتش. اهي قال له سيبنا نركز تقريبا. بحاول اجيبها. لا يا الوقت ده يا كابتن كان لعيبه تحسين ده بتضيع وقت، يعني عمالين يقعوا وقعوا كتير جدا، حتى الحكم يعني انا استغربت ان هو ادي 6 دقايق، فهو يمكن الكابتن حسام بتتكلم في نقطه. ما انا بقول يعني هي عشان انا في المباراه خلي بالك ممكن يلعبك يا كابتن ابو الدهب
يلعبك 20 دقيقه من الشوط الاول او ممكن يلعبك ربع ساعه باللي بيحصل. انت لما بتلعب اي فرقه من شمال افريقيا انت ممكن الكره ما تبقاش في الملعب صح لمده 90 دقيقه صح. انت ممكن تحسبها بالكثير 70 80 دقيقه يعني كل شويه بيقعوا وبيقعوا بلازمه وبدون لازمه. فكابتن حسام في اللقطه دي كان معترض على بيتكلم الحكم على اساس الوقت. ممكن يكون بيقول له يكلم الحكم ان هو يدي وقت ضايع. فدي بس هي النقطه اللي انا كنت عايز تقول حاجه يا كابتن؟ لا يعني هي بنقول ان في الظروف دي تحس ان الوقت انت كخسران او عايز تحقق المكسب الوقت بيجري بسرعه جدا صح جدا. وهما زي ما محمود بيقول الاسعاف رفض يخش خلاص ده الفرقه كلها وقعت. الاسعاف رفض يخش رفض قال لك ايه في 123 مفيش حد. انا قلت الاسعاف. طيب بص عايز اكلمكم في كواليس 95 البطوله اللي انتوا حققتوها 95 و96 احنا 95 و96 وانت كابتن هداف البطوله في 95 اللي هي 95 دي اللي كانت في تونس نغبة. اللي كانت في تونس دي كانت اول ظهور ليا. جبت لا يعني احنا طلعنا بالدور الاول 96 اللي خدت هداف البطوله بس الاولى دي اللي عمرو اتكلم عليها في ماتش الرياض السعودي ده كان اول مباراه لينا. دي كانت اول مباراه رسميه ليا الناس شفني فيه. تعادلنا 2-2. الماتش اللي بعده لعبنا النصر الاماراتي وكنا متعادلين 1-1. انا كان عندي اصابه في انكر رجلي فقعدت الماتش ده ونزلت مكان وليد جاله العضله الخلفيه نزلت جبت جونين كسبنا 3-1. بعديها كنتش عارف افرح مش عارف افرح ازاي يعني. ده كان اول هدف. ده الهدف ده انا جايبه في النصر في الاتحاد السوري في مع بدايه نقل المباراه في الدقيقه الثالثه. كان رضا عبد العال هنا. بص رضا هو خد الكره وراح رضا كان لعيب كبير طبعا راح حاططها لي فانا خدتها وحطيتها في الزاويه الضيقه يعني زي البيلين كده ركنتها وجبت الهدف ده وكسبنا الماتش بالهدف ده في اول مباراه. ده كان تاني ماتش ليا بعد النصر الاماراتي سجلت هدف. البطوله دي يعني كانت بدايه تعارف بتاعتي بالنسبه للجمهور المصري والجماهير الاهلي. بعديها بقى لعبنا بطوله في القاهره اللي هي البطوله اللي خدناها بقى البطوله العربيه دي كان يمكن فيها ماتش انا لعبت فيه اللي هو بتاع رفح فلسطين جبت 5 اهداف في ماتش واحد وكسبنا الهلال السعودي في قبل النهائي جبت جون واحمد نخله جاب جون والنهائي كان كسبنا الرجاء 3 اللي هي كرة اديتها الوليد صلاح الدين اللي رقص فيها 3-1 رقص فيها. دي البطوله دي النخبه في السعوديه. ده في مرمى الشباب مشير حنفي ده هدف ليا عمل لي كرة اوفر حطيتها بدماغي فريق الشباب السعودي يعني بطوله برضو من البطولات القويه. شفت اللي انا قلت لك من شويه بيتكرر راس الحربه لما بيتحرك طبعا بيبقى مزعج التحرك هنا الكروس تحرك على الاولى. لا بص الروح يا كابتن احنا بص بنتخانق لان كان ده هدف تعادل هم كانوا كاسبيننا 1-0 وبره الملعب. بص الفرقه كلها داخلين نجيب الكوره دي روح النادي الاهلي هم كانوا كاسبين. خلينا نسال الكابتن ابو الدهب في البطوله دي ان انتوا خدتوها 95 البطوله دي الكواليس اللي فيها انت بتبقى داخل مستعد مرشح ان انت تكسب عشان انت النادي الاهلي امكانياتكم كتيم كنت تقولوا ما بينكم في الكواليس كده اللي انتوا هنكسب البطوله دي ولا كنتوا بتقولوا ايه؟ انت كنا احنا محظوظين يا كابتن يعني مع مستر هارس يعني كان معانا لعيبه كبيره يعني بحجم الكابتن احمد شوبير اسامه عرابي كابتن ابراهيم الكابتن حسام كان معانا موجود كان مدير كره كابتن محمد رمضان كنا احنا لعيبه صغيرين متحملين مسؤوليه عارفين يعني ايه ان احنا نخش بطوله ان احنا ناخدها. كان كمان انت كنت بتلعب فرق قويه يعني فرق جامده يعني الهلال السعودي كان جاي فول تيم فرقه كويسه جدا كان الوداد المغربي من الفرق القويه عندك كان معانا الفيصلي يمكن كان الشباب السعودي موجود يعني في الفتره دي احنا كنا فرقه قويه جدا طبعا يعني احنا عايز اقول لك على حاجه يمكن احنا تعبنا جدا في البطوله ديت الجماهير كان بتيجي بشكل رهيب في البطوله يعني حتى كان ساعتها سيادة الرئيس كان موجود في الوقت ده لكن احنا كنا لعيبه كل لعيبه الفرقه كان احنا ميزه يمكن عمرو يقول لك والكابتن كشري ان احنا كابتن عمرو كان بيعمل لكم ما يخليكوش تركزوا بص عايز اقول لك على حاجه كابتن لا لا ما فيش لا لازم تقعد ما تضحك يعني في اي وقت يا كابتن يعني بامانه تقعد في المعسكر عشان الوقت يعدي انت عارف انت جربت المعسكرات وعارف ممكن تزهق تتمرن وبعدين ترجع الاوتيل عشان تاكل وتشرب لكن عمرو كان بيضيع الوقت يعني عايز تضحك تروح تقعد مع عمرو او دمه خفيف من اللعيبه الرجاله جدا لكن هو في الملعب راجل يعني بره الملعب حاجه لكن في الملعب شوف الاجسام عامله ازاي دلوقتي اللعيبه يعني عمرو يلعب احنا خسين لا عمرو ممكن يلعب
يعني حتى كان ملك العالي يعني حتى كنا بنغني له يعني احنا في الاوتوبيس يا ملك العالي يا حديدي يا حديدي خلاص بقى يا الله اكبر يا حديدي خلاص مفيش ما بص عشان لا 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 عشان هي اللي محمود بيتكلم عليها دي الماتش بتاع الرجاء زي ما كوش بيقول وصل النهائي وهنلعب الشباب عندهم فيرود كان اسمه بلادي كوما فيرود اسمر من كوت ديفوار كان لعب كويس قوي قوي فالشباب فؤاد انور يعني منتخب السعوديه منتخب فرقة جدا يوسف سنيان بس كان ساعتها من الهلال جه الشباب سامي الجابر كان فهد المهلا الفرقه كويسه قوي ده على فكره ثلاث ارباع كانت المنتخب السعودي الفرقه كانت بتيجي قويه جدا الفرقه السعوديه كلها كانت بتيجي فول تيم يعني شوف النهارده الهلال داخل فرقه صغيره بس فعلا زي ما بيقول عمرو كانوا فرقه كانوا تقال جدا وكانوا ساعات يعني المباراه كانت فعلا النهائي في يعني الفرق المباراه المصريه السعوديه بالذات او مع شمال افريقيا كانت صعبه قوي قوي يعني كان الماتش ده احنا كنا معسكرين في فندق بره وكان نهائي فقالوا لازم نكون موجودين في الفندق احنا مع الشباب فحصل لقطه كان يومها واحنا نازلين نصلي الفجر ما بين الكابتن ابراهيم واحد اعضاء مجلس اداره النادي مش هنسى اليوم ده كابتن ابراهيم خنقه في الاسانسير بتاع دخله الفندق تحت عشان يعني عارف هتخسروا انتوا مش تكسبونا انتوا عارف احنا وصلنا يعني ان احنا واحنا بنسخن كنا مشدودين مش متخيلين الجماهير وفجاه زي ما محمود بيقول دخل سياده الرئيس بقى الموضوع اصعب وطول الوقت الكره مشير كابتن ابراهيم اوفر فيليكس خلاص الماتش بقى بعد كده انت كسبان استلمت زمام الملعب الماتش اللي قبليه اما كوشري بيتكلم فرقه ما فيهاش واحد وحش فرقة الرجاء دي ما فيهاش لعيب وحش اجمد ثلاث لعيبه نص الملعب لا 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 ده بصير ومصطفى مستودع دول صغيرين لا كان عندهم في نص الملعب لعيب كبير اسمه توفيق بلاغه كان عندهم ليبرو 36 سنه اسمه محمد القدنيري ابراهيم صابر باك ليفت فرقه كويسه قوي قوي يعني مصطفى ومستودع كان عندهم عبد الكريم نزير بيلعب فيروز ازاي؟ لا انا هقول لك هات اللقطه دي كابتن كوشر كابتن حمدي قدام بيبصوا له استغراب هقول لك مش استغراب هقول لك النادي الاهلي كان في الوقت ده عايز يجيب بصير صلاح الدين بعد الماتش اول ما مشير مسكه خلاص الموضوع خلص عبد الكريم نزيه الهدف مين يا حبيبي؟ كان لعيب كبير الهدف مين؟ بتاع فيليكس نص الملعب توفيق بلغ الثلاثه اللي في نص الملعب كويسين اللي بقول لك الليبرو 36 سنه كان مربي ده اسمه محمد القدميري ما بيبصش غلط فرقه كامله فبرضو نفس الاسماء اللي كانت موجوده دي احنا احسن قول التشكيل كابتن شادي ده حافظ رقم الاوضه بتاعته ايوه رقم الاوضه والله على فكره دي ميزه يا كابتن اقول لك على حاجه انت مستغرب ليه انا كانت في اكاديميه النادي الاهلي وانا شغال كابتن عبد النبي عاشور كنت بحكي له بدل ما يطلع بره يجيب الورقه من عند الكابتن احمد عبد الباقي يطلع يجيب العناوين ليه طيب عايز افرجكم على حاجه كده الجماهير النادي الاهلي لما شافوا او وهم قاعدين وجون عمرو بركات جه نشوف الجماهير قالت ايه عليه تمام نروح نشوف سريعا راي جماهير النادي الاهلي وتعليقها في هدف عمرو بركات بعد الهدف عملوا ايه ونرجع نكمل حوارنا مع نجوم النهارده كابتن احمد كوشري والكابتن محمود ابو دهب والكابتن عمرو الحبيب لما الجون جه انا سجدت على الارض وما بقتش عارف امسك اعصابي خالص وكلنا فرحنا يعني واحنا قاعدين رد فعل طبعا لا يتوقع من اي حد يعني حاجه بتبقى غير متوقعه خالص في الوقت ده يعني بتبقى حاجات من عند ربنا كده ما تعرفش ايه اللي بيحصل يعني لما جه الهدف انا من فرحتي سجدت الحمد لله يعني انا دايما بحب اول ما يجي هدف لازم نسجد لله ان انا دايما بتشرف ان انا اهلاوي ودايما فخور ان انا فعلا بشجع الاهلي ونادي عريق زي ده ما توصفش طبعا يعني احنا اتمطنطنا كده زي اننا لسه مولودين جديد يعني نسينا بقى ان احنا كبار في هندسه في الكلام ده نسينا خالص اهم حاجه الاهلي اول حاجه لما جيت جون فينا لقيت نفس الضغط اترفع عندي وبدات امشي في الشقه رايح جاي
وبعدين عندي احساس اولا ان احنا هنجيب الجون الاول والثاني، وكنت بقول يمكن يجيب الثالث، لكن لما جه الجون الاول ضربه الجزاء ضيع علينا الحكم ضربات جزاء كتير، عمرو بركات انا قلت انا هحاول مش هقدر استحمل الفرحه، ولكن ربنا اراد ان انا مش عارف اقول لك اتلططت ازاي، واحلى حاجه ان الضغط اتهدي وبقيت زي الفل. فيها صوره جامده جدا، وخصوصا لما الجون دخل فينا احنا الاول، وعقابه طبعا ضربه جزاء، والهدف النهائي طبعا اللي هو يعني كل الفوز بقى بطعم جميل جدا. الخطوره من وليد، وادي العرضيه، تعدي المتعب، عمرو بركات، فوز طبعا كان فوز قاتل، وكان هدف جاي في وقت قاتل، وكان يمكن اغلب جماهير الاهلي كانت فقدت الامل بان الاهلي يتاهل، لكن الحمد لله كان توفيق ربنا كان فوق كل شيء، بان وفاهم في ان في الدقيقه الاخيره ان هم كان الهدف اللي بعتبره الهدف الذهبي. بصراحه الكافتيريا كلها يعني نطت من الفرحه، تمام، يعني الجون بامانه الاهلي يستحق الجون ده من قبلها بدقيقتين ثلاثه، لان وليد ازارو شغال من ناحيته، جونيور اجاي شغال من ناحيته، وعماد متعب بصراحه يعني الورد مهما دبل هتفضل ريحته فيه بامانه، رجله في الملعب احسن من اي لعيب تاني. الدنيا عندنا اتقلبت والدنيا كانت جامده خالص. هو انا اصلا اول ما شفت عماد متعب على الخط قلت هنجيب التعادل ونكسب. احنا صرخنا كان مالي ميدان الحصري، يعني الهتافات بتاعتنا هنا تشوف هنا القهاوي هنا والكافتريات، الناس قامت عملت ازاي، الناس فكرت في اصلا حاجه حصلت كبيره. احنا دايما متوقعين ان الاهلي يأدي لاخر ثانيه، ودايما فوز 90% من فوز مبارياتنا كلها في الوقت النهائي بتاع المباراه. عندنا ثقه في لعيبتنا، ثقه في الاداره، ثقه في المدربين، ثقه في كل ابناء النادي سواء كبار او صغار، ودايما مشرفينا في كل الاحوال، في كل البطولات مشرفينا. برحب بحضراتكم من جديد، ونواصل حوارنا مع ضيوفنا الكبار الكابتن احمد كشري وكابتن عمرو الحديدي وكابتن محمود ابو الدهب. في الكواليس كده في النص دايما بنختم بذكريات وكواليس، لكن الذكريات هنا مختلفه، عشان تعرفوا البطوله ما بتتحققش بسهوله، البطوله يبقى فيها جهد وتركيز والتزام وتعب، وفي نفس الوقت يبقى فيها بعض المواقف اللي ما تتنسيش. في النص كده الكابتن كشري يحكي الموقف، عايز تحكي انه موقف، انا عارف موضوع موقف بتاع الاكل معاه، بس انت مش عارف عايز تحكيه ولا لا. لا لا خلاص بقى، لا لا اتفضل. لا 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 حديدي، انا لما كنا معسكرين في البارون، طبعا معسكر يعني بقالنا فتره قاعدين بطوله العربيه شروحوا، فالحديدي راح جاي مالا قال لي كشري انت عايز تاكل من اكل الفندق؟ قلت له والله حديدي انا زهقت منه. قال لي ما تاكلش صح من اكل الفندق. قال لي ما تاكلش. قلت له ليه؟ قال لي الحاج عامل لنا اكله جامده جدا. قلت له بجد حديدي؟ قال لي قلت له الله ينور يا حديدي. ما رضيتش اكل. وجيت قعدت لقيت الحديدي كل شويه، حديدي الاكل فين؟ يقول لي جاي. الاكل فين؟ لحد الساعه لقيت واحد بيخبط عليا الساعه 2:30 والفرقه كلها جايه وراه، وليد صلاح الدين 2:30 2:30 بالليل الفرقه وراه بقى، وليد صلاح الدين وابراهيم حسن وانا كنت قاعد انا وسام عرب. ايه يا حديدي الاكل فين يا حديدي؟ لقيت لك بيطلع برطمان قد كده. ايه ده برطمان رنجه بالشطه؟ الله يخرب بيتك يا حديدي، عندنا مصر الصبح ده مش برطمان يا راجل، رنجه بص وراح جايبها كده حاططها وبتاع رنجه يا ابني عندنا مصر. قال لي اهو قعدنا طبعا اكلت 200، ووليد بقى بيحب الحاجات دي، وليد صلاح الدين صاحب مزاج. 2:30 بالليل رنجه. والله العظيم. طب عايز اسالك سؤال، قلت له حديدي لو خسرنا كده مشكله هتلعب ازاي بجد؟ والله ما كنا بنلعب بالليل، مفيش فطار بقى بالليل. ده الفطار بتاعنا الساعه 2:30. قابلت مين انت؟ قلت لي في الكواليس كده قابلت حد قال لك لو خسرنا هنضحك؟ مستر هولمان بيقول احنا دخل كابتن اكرامي بعد كده استاذ خالد مرتجي، فاحنا قاعدين فرصنا الاطباق، كلمت المتر طلعوا محسن الشابوري حط الاكل، دخل مع محسن طنطاوي قال لي ايه ده؟ رينجا كابتن محسن بيترجم بقى، قال لك لو خسرنا بكره هبلغ
كسبنا. قال لي كمل اللي انت عايزه بقى نعمل عايز. قال لي كانت رنجه تاني. طب كابتن ابو دهب هتحكي لنا ايه من ذكرياته؟ لا يمكن عايز اقول لك حاجه، يمكن يا بعيد عن البطوله شويه، كان كنا احنا مصابين يعني. انا وكابتن حسام حسن كنا مصابين وبنتعالج في المانيا، فاحنا كنا بنتفرج على الماتشات بتاع تونس، وكان كشري ما شاء الله متالق فيها، فانا قاعد جنب، فانا عامل عمليه ونايم على ظهري وكابتن حسام قاعد جنب، فكشري بيجيب جول. انا مش مركز، مش يعني مش انا كل هم في العمليه يعني عدد اهل وانا فكابتن حسام قاعد جنب كشري، فبقول له احنا ناكل كشري في المانيا؟ قال لي لا الكشري جاب جول. فانا مش واخد بالي، قلت له بس ما شاء الله عليه متالق، قعدت اسبوع ما شفتش الكابتن حسام وانا في المانيا ما شفتش. انا ما خدتش بالي من يعني، انا بشكر فيه يعني. يعني في معلومه يمكن انا اقولها لك يا كابتن، يعني كشري لما جه النادي الاهلي يمكن انا قعدت معاه، او قعدت معاه عند الصاله المغطاه في النادي الاهلي، يمكن هو ما يفتكرهاش، هو بيقول لي انا رايح اسماعيليه، يمكن انا فاكرها كويس جدا. قال لي انا رايح الاسماعيلي، قلت له حد يسيب النادي ويروح الاسماعيلي؟ يعني شوف انا يمكن هو ما يفتكرهاش. انا قعدت انا هو قلت له، كان هو مستني كابتن محمد عامر بالاماره، كان عنده اجتماع مع الباشمهندس عادل القيادي، فانا قلت له يا راجل اقعد هنا لو مش هتاخد فلوس. قال لي ده انا رايح امضي في الاسماعيلي، مع احترامي طبعا الاسماعيلي نادي كبير، لكن هو قلت له وفعلا وقد كان. يمكن عايز اقول لك حاجه، يمكن الكابتن حماده صدقي برضه في ماتش يمكن عمل له مباراه وديه مخصوص مع مسطران عشان نشوف عشان يشوفوني وجيت من عارف والله من اللعيبه كويسه او اللعيبه الرجاله كان هداف، فانا قاعد بتكلم فبقول له يا كابتن كشري كشري، انا بحسب في حد بيبيع كشري في المانيا، ما الرحله مو خلصت حبيبي. عايز تقول ايه؟ عندك انت موقف بقى بالاسترسال بتاعك؟ ما هو بيفتكر اهو. لا انت عندك موقف فاكره ولا؟ احنا كنا معسكرين في احد فنادق في مدينه نصر قبل ما نرجع على المعسكر للماتش النهائي بتاع البطوله العربيه. تمام. فاحنا تملي يعني هادي لما بيجي اي وقت هادي يخش ينام، هو وليد باستمرار. هادي خشم. تمام. فهادي دخل نام، فصحي جلابيه البيضه وخبط علينا، اصحوا يا جماعه صلاه الفجر. هو دايما بيعمل كده حتى معانا. كابتن ثابت سبق قدامنا الله يرحمه واحنا وراه. صلاح سالم زحمه، ما تجيبش 2:30 ما تجيبش يعني الوقت ده. فجاه وصلنا لغايه الجامع، لان الجامع مقفول في اخر الشارع. لان الجامع مقفول، فبالصدفه واحنا بنكلم الراجل اللي واقف، ما حدش فينا نازل بساعه، هي الساعه كام؟ قال لك الساعه 2:30. معدي الشارع. طب خلاص هادي كمل زي ما انت، هنكمل احنا، كمل انت التهجد لغايه ما احنا نرجع. طب ايه السبب؟ انتوا مش عارفين. هو الساعه كانت عند هادي مقدمه ساعه بيقدمها ساعه، ف 3:30 ساعه الاذان، بس مفيش حاجه بتدن وجامع مقفول ومضل. لا بيبقى في مواقف جميله كده، وبالمناسبه يعني مع كل جيل بتلاقي ذكريات، ومع كل جيل بتلاقي كواليس، والبطوله بتتحقق بمواقف كتير بتحصل. خلي بالك بالكلام ده، الحب اللي بيبقى مع المجموعه، ربنا بتلاقي الدنيا ماشيه زي ما كابتن كشري قال. انا جاي اتخضيت في الاول، وحصل عليا ضغوط من قبل ما ملعب، قلت ده ما جبتش، طب ما ده وارد ان انا ما اجيبش. فتاني مباراه جبت اهداف، وبعدها ثالث مباراه جبت اهداف، فابتدى تدخل قلب الجماهير. فهو اللي بيلعب اللي في النادي الاهلي مطالب يستحمل الضغوط ويركز في شغله، لانه في النادي الاهلي هيحقق اللي مش هيحققه في حته تانية. كلمه اخيره اتفضل يا كابتن عتقولي. كلمه اخيره، انا طبعا سعيد جدا جدا ان انت جبتني مع اثنين نجوم كبار جدا، كابتن عمرو الحديدي حقيقه يعني كان مميز جدا جدا بجد في السردباك، وكان من اللعيبه القليلين جدا اللي هو فعلا انا اللي طلعت عليه ملك العالي، لانه فعلا كان بيطلع ياخد كل الكور العاليه، كان لعيب ملتزم، لعيب كويس. كنت بتمنى ان انا يبقى يعني في المستقبل الاقي لعيبه برجوله عمرو وبقوته في الملعب. وطبعا محمود ابو الدهب، اللي ما شافش محمود ابو الدهب بجد يعني ما جاش لعيب في مصر، في تاريخ مصر يعني، يمكن الكابتن طاهر ابو زيد ومحمود ابو الدهب اللي هم يتميزوا بالتصويب من بعيد جدا. ففعلا الجيل بتاعي كان فيه لعيبه نجوم كبار جدا. محمود ابو الدهب كان بيجيب لنا جوان وهو بيلعب ليبرو وسيرج باك، وعمرو الحديدي كسبنا مرات كتيره. لا دي حقيقه والله، انا فعلا ببقى سعيد لما بكون مع الجيل بتاعي، لان كل واحد كان ليه شخصيته. صح. فاللي انا بقوله لعيبه النادي الاهلي، عشان تبقى لعيب تخش قلوب الناس وتفضل الناس تفتكرك لحد اما اجيال واجيال تيجي وراك، لازم يكون لك شخصيه في الملعب. اللعيبه دي عملت اسمها مش من الهوا،
كان ليه شخصيه في الملعب وليه قرار وليه طبعا نجوم دول والنجوم اللي لعبوا معانا كبار ابتداء من الكابتن شوبير لحد كابتن حسام حسن وسام عرابي مجدي طلبه اسامي كانت كبيره. فطبعا النادي الاهلي يعني مش اي حد فعلا يخش ويندمج في المجموعه الا ما يكون هو فعلا من النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيخش فيه ويحب النادي الاهلي بيعيش طول عمره على حس النادي الاهلي. واللي بيبقى بعيد سلوكيا او قدرات بتلاقيه لوحده بينفر بيبعد عن النادي الاهلي. فطبعا النادي الاهلي ده يعني بيتنا كلنا. انا سعيد ان انا معاكم ومعاك انت كابتن شادي يعني كابتن النادي الاهلي وحصلت على بطولات كتيره. ففعلا انا اشكرك جدا جدا ان انت يعني خليتنا اقعد مع اتنين من نجوم النادي الاهلي كابتن عمرو وكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود كلمه اخيره. يعني انا بشكرك بامانه ان بتفكر الناس بينا وبتفكر بنقابل بعض كتير. يعني يمكن انا ما شفتش عمرو من فتره وكابتن احمد كشري فانا ببقى سعيد ان انا ببقى موجود وانت يمكن واحد من الناس كباتن النادي الاهلي انا ببقى سعيد ان انا ببقى موجود معاك. الحاجه الثانيه انا سعيد بالانجازات الحمد لله اللي حققناها مع النادي الاهلي او شاركنا في بطولات بالنادي الاهلي. انت عارف اللعيب بتفضل التاريخ بيذكر اللعيب يعني بيقول لك واخد كام بطوله. فدي يمكن احنا سعيد بها جدا. في لعيبه كتير جدا نجوم وكانت احسن مننا في الكوره وما خدتش بطولات فالتاريخ ممكن ما يذكرهاش. لكن احنا الحمد لله انا سعيد جدا واحد ان لعب في النادي الاهلي جنب اتنين يمكن من اللعيبه الرجاله جدا بصرف النظر بالتهريج او الضحك. احنا كنا بنهرج بس بنحب بعض. انت عندك يا كابتن شادي لو عندك فرقه فيها 11 ميسي من غير حب مش هتعمل حاجه. صح. فدي يمكن ميزه كويسه جدا. يمكن كشري كان هداف عمرو حديدي كان كنا بنسمع كلام بعض كويس جدا بنحب بعض فدي كانت ميزه موجوده فينا. كابتن عمرو اتفضل كلمه اخيره. يعني تكمله الكلام كشري ومحمود زي ما محمود بيقول لك في نهايه كلامه احنا كنا بنحب بعض. دي صعبه قوي. تلاقي في اي حد. النادي الاهلي بس. يعني محمود بيلعب كلنا مقتنعين ان محمود في كره ثابته هتيجي هي بتاعه الماتش. كشري استلم معروف عشان هو كان بيتكلم على وليد ازارو في الاول احسن فرقه في مصر كان بيعمل ثلاث خطوات بعد ما يلف تيرن على الجون وحته بطن رجله دي ضربه جزاء من بره ال 18 حاجه مقدسه هو كان مميز فيها. كل لعيب كان موجود في الوقت ده كان عنده ميزه بيجندها لصالح اسم النادي الاهلي. يعني اما نبقى مقتنعين كلنا ان كل واحد فينا عنده اصرار ان دي بطوله او يجيب هدف احنا موجودين معاك عشان نقول للنادي الاهلي احنا بقلوبنا وبروحنا معاكوا في الفتره اللي جايه للمكسب عشان نيجي تاني ونعيش في دولاب النادي الاهلي اللي مليان بطولات وبيزداد يوم بعد يوم والاسماء اللي بتتواجد موجوده دلوقتي هتيجي في مكاننا وهتعيد نفس الكلام وهتعيد نفس الذكريات وهتقول للجيل الجديد كان في قبلنا واحنا كنا موجودين وفي بعدنا. فاحنا مبسوطين ان احنا كنا موجودين وبنأزر النادي الاهلي للبطوله اللي جايه دي عشان هو ده الطبيعي بتاعه. ويعني احنا فرحانين ان احنا متواجدين احنا الاربعه ثلاثة سرد مكاتو فيرو. اديني فاصل. طيب انا عايز اقول لكم على حاجه. اولا شرفتوني نورتوني وده واجب علينا طول الوقت اللي كل واحد بفانيله النادي الاهلي بشوف ده وفريق العمل اللي معايا اللي تبقوا موجودين وتتكلموا عن تاريخكم وتتكلموا عن بطولاتكم وتتكلموا عن انجازاتكم فده شرف ليا اللي انتم موجودين معايا لان انتم جيل عظيم. انتم الجيل اللي جاب 7 دوري ورا بعض فده واجب علينا. الحاجه الثانيه على المستوى الشخصي والانساني انا بحبكم جدا صدقوني بحترمكم جدا 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 لان النماذج اللي قدامي كل واحد شقي وتعب عشان يوصل المكانه دي ويلعب في النادي الاهلي ويحقق بطولات وانجازات والكلام اللي انتم بتقولوه شويه ضحك وشويه كوره وده الطبيعي بتاع كره القدم اللي هي مش فكره تركز بس وتنشن بس ولان الحياه بتعيش حياه طبيعيه مع تبقى ملتزم باخلاقيات الفانيله النادي الاهلي وملتزم باللي انت تصنع تاريخ لنفسك ولناديك. فمعايا نماذج مشرفه على المستوى الانساني مره ثانيه. احنا اللي صعدنا انا والله ببقى فخور جدا جدا. كنت هزعل عشان كده قلت في بدايه الحلقه اتصلنا كتير والكابتن عمرو حديدي كان تليفونه مقفول اول ما ظهر لنا اللي هو فتح صممنا اللي كمان اللي هو يبقى موجود وان شاء الله نستضيف مجموعه ثانيه من جيلكم المحترم اللي حقق بطولات وانجازات كتير جدا. شرفتوني نورتوني مره ثانيه. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. اتمنى الحوار مع نجوم النادي الاهلي وذكرياتهم عن بطوله 95 بطوله العربيه يبقى دافع قوي
ليه ان شاء الله للجيل الحالي اللي هو يحقق بطولة 2017، وهو يستحق ده مع مدرب محترم، مع جهاز محترم، مع جماهير محترمة، مع مجلس إدارة محترم، مع كل ما ينتمي للنادي الأهلي. شفنا المباراة أمام نصر حسين ضاي، مباراة مشرفة في كل حاجة، من روح لالتزام لتغييرات لجماهير بتساند وبتشجع واقفة جنب فرقتها في الحلوة قبل المر. لما بنشوف النموذج ده يبقى عايزينه المباراة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، لأن احنا عايزين النادي الأهلي إن شاء الله يتوج بالبطولة العربية. اعمل اللي عليكم، اعملوا اللي عليكم، قاتلوا جوه الملعب، في الأول وفي الآخر نتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وبشكر كل جماهير النادي الأهلي، وبتمنى الحلقة تبقى خفيفة عليكم النهاردة، وهختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير.